بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم حبيباتي، طلعت عليكم فيديو رائع جدا، جبت لكم فيه سور بالمحلات بطريقة جد سهلة تحضره غير في دارك، تفرحي وليداتك، كما تقدري تعتمديه كمشروع رايح يكون جد مربح. رايح نوضح لكم كلش بإذن الرحمن في هذا الفيديو، فقط استهلوا لي لا فيديو تاعي بالجام. الله يحفظكم، الله يعطيكم ما تتمنوا إن شاء الله. خليوا لي جام للفيديو واشتركوا لي في قناتك باش تتوصلوا بجديد الوصفات. وقبل ما نفوت للوصفة حبيباتي، حبيت نطلب منكم طلب وان شاء الله ما تخيبونيش، ترفدوا يديكم للسماء وتدعي. والمتتبعة راها معنا محرومة من الذرية، طلبت مني يعني باش نحط في القناة وتدعي لها ان شاء الله ربي يرزقها وربي يعمر حجرها في القريب العاجل، وهي وكل محرومة ان شاء الله. نقولوا بسم الله وعلى بركة الله. نحتاج هنا يا عندي لتر من الماء كما راكم تشوفوا، تحطوه في ريسيبيون. ماذا بكم الحاجة تاعكم هكا تكون اينوكس ولا باش تسرعوا في عملية التجمد. نضيفوا لهنايا كأس من السكر، ساعة الكأس 220 مليلتر، ونضيفوا لهنايا نصف ملعقة صغيرة أسيد سيتريك ولا حمض الليمون أو يتباع في محلات بيع لوازم الحلويات. ونحتاج هنايا نصف ملعقة كبيرة مستحلب ولا حمض الشربات. اللي ما عندهاش تعوضها بلاباتارون بذوق الليمون. انا لهنا كنت شريت لاباتارون بذوق الليمون لاني ما لقيتش مستحلب الشربات ولا حمض الشربات. نتوما يعني في الاول حوسوا على حمض الشربات، كاين اللي يسميه مستحلب الشربات، راهو اللون تاعو يجي فير كلير كامل، واللي ما تلقاوهش يعني راهو موش متواجد بزاف في محلات بيع لوازم الحلويات. لذلك حبيباتي عوضته بلاباتارون هذه اللي تكون شفافه، وعطات لي صدقوني عطاتني نفس النتيجه، يعني رايحه تعطيكم لوغو تاع الشربات. خلطت هنايا بالفوي جيدا بهذا الطريقه حبيباتي. هذه هي فقط المقادير تاع السوربي تاعنا. دوك تشوفوا التكمله تاع الوصفه. بعد ما خلطوا هنايا جيدا نديه للمجمد. انا للامانه بيته ليله كامله، نتوما تقدروا تخليوه 5 سوايع 6 سوايع، سادي بون يعني على المجمد تاعكم. شوفوا هنا حبيباتي ما تخليوش وين يتجمد يولي لكم حجرها كامل، يعني انا كنت خليته يعني اللي خدمته في الليل خليته ليله كامله، بيته ليله كامله، والصباح كنت يعني جبدته خليته غير شويه هكا بدا يدي كونجلا شويه، وعاونت روحي هنايا بالموس كيما راكم تشوفوا. وانتم حبيباتي في الاول ماذا بكم يعني ما تخليوش يتجمد حتى وين يولي لكم حجره، يعني تشوفوه باللي يتجمد ومازال شويه يعني يتحرك، ثم تقدروا تجبدوه وتخدموا به مباشره. وهنا حبيباتي نجيبوا البرا ميكسر ونبداو نرحيه فيه بهذا الطريق كما راكم تشوفوا. هنا نبداو نكسروا في هذاك السوربي تاعنا بهذا الطريقه، نرحيوه جيدا بالبرا ميكسر بهذا الطريقه. لازم السوربي تاعكم ما لازمش يكون متجمد حجره، لانه لو بغا ميكسور تاعكم يعني رايح يفسد لكم، لذلك ضروري انكم يعني تخليوه يكون متجمد نص نص هكا، وتبداو تميكسيو فيه بهذه الطريقه. ارحيوه جيدا كيما راكم تشوفوا. هنا حبيباتي كملنا المرحله تاع انه نرحيو السوربي تاعنا، نجيو هنايا نقسموه الى عده اذواق، نتوما يعني على حساب الاذواق اللي حبيتو تتحصلوا عليها. انا لهنا كنت قسمته على اربعه لاني رايحه ندير باربعه اذواق. درت الذوق الاذوق، تشوفوا يعني الاذواق اللي راح نستخدمها معكم. بالنسبه للاذواق يعني كيفاش نجيو نديروا الاذواق السوربي تاعنا، تستخدموا لاباتارون باي نكهه تحبوا. عندي هنايا الجزء الاول درت له المنكه ولا لاباتارون بذوق الموز، والجزء الثاني درت له لاباتارون بذوق شوينغوم، بزاف هايل ننصحكم تجربوه يجي بزاف بنين. والجزء الثالث نكهته بلاباتارون تاع الكيوي، والجزء الرابع درت له لاباتارون بذوق الفراوله. ونجيو هنا حبيباتي نستخدموا لو بغا ميكسر ونبداو نميكسيو جيدا في السوربي تاعنا هكا باش تندمج جيدا هذاك لاباتارون بهذا الطريقه. يعني كما كنتو تشوفوا طريقه اسهل من هذه ما كنتش رايحين تلقاو، يعني عوض ما انكم تشريوه بمبالغ باهظه. دوكا تشوفوا الكيسان يعني اللي كنت استخدمتهم راهم برا يديروا 7000، يعني انت رايحه تتحصلي على 6 تاع الكيسان كما راكم تشوفوا بمقادير قليله، يعني ما رايحش كامل تكلفكم كما كنتو تشوفوا سابقا. بالنسبه لاسيت سيتريك تشريو قيس 5000 راح يدير لكم يعني شحال من خطره. لاباتارون تشريو كل دوزه ب 10000، لا دوز الوحده راح يعني تعطيكم كميات كبيره جدا. هنايا المقدار تاع لاباتارون ديروا حوالي ملعقه صغيره. وهاوليكم هنا حبيباتي لي غوبلي، انا كنت شريت هذا المجموعه هذه فيها 40 حبه، شريته بفهميل كيما راكم تشوفوا. ونبدا هنايا حبيباتي نقدم السوربي تاعي بهذا الطريق،
نديرو بالطبقات، كل طبقة من ذوق مختلف بهذه الطريقة. يعني كما راكم تشوفوا طريقة ولا أسهل، وصدقوني يبرد على الخاطر، ينحي لكم يعني هذيك السخانة. وش نقول لكم، بزاف بزاف بنين رايح يفرحوا به وليداتكم بالبزاف. أنا لهنا كنت شريت يعني هذا الكيسان، هذا جو طابل، وكاين حتى اللي يتباعوا يعني كيما هذاك السوربي يعني اللي يبيعوه في المحلات، اللي يجيب المقفالة تاعهم والتيب. لكم الحرية، هذو كانوا يجيو شوية غاليين، لذلك أنا شريت هذو. والتيب راكم تشريو يعني كونتيتي، رايحة تشد لكم يعني بزاف. شوفوا هنا حبيباتي الطبقة تاعنا مع الأذواق، وش نقول لكم، سورتو هذاك اللوغو تاع شوينغوم يعطيكم واحدة البنة ولا أروع، يبرد على الخاطر. نتمنى حبيباتي وصفتي لنهار اليوم تكون عجبتكم، كيما نتمنى إن شاء الله تجربوه. اللي يحب تعتمدوا كمشروع نقول لك حبيبتي رايح يكون مشروع جد مربح. بالنسبة لهذا الكيسان راهم يتباعوا ب7000، يعني تقدري تبيعيه مام في هكا في البيت تاعك ب6000، رايح يتمشالك بإذن الرحمن. وكل وحدة رايحة تفتحوا يعني كمشروع، نقول لك حبيبتي ربي يوسع لك في رزقك. والله صدقوني فرحوني بزاف هذوك التعليقات اللي تخليوهم لي في الفيديوهات تاع الايس كريم اللي كنت حطيتهم. كاين حتى لي بداو في كمشروع، سورتو هذاك الايس كريم كورنيطو، كاينه وحده قالت لي راني بديتو كمشروع. نقول لك حبيبتي فرحتيني، يا ربي فرحك ان شاء الله، والله نفرح بهكا تعليقات. كاين بزاف اللي قالوا لي فرحتينا وليداتنا، ربي يفرحك. تهلاو لي في روحكم، نقول لكم سلام.